بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، متابعين مزرعة تساهيل، ومتابعين عمانجي الإفادة. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد النهاردة 16/3/2023. النهاردة كام يا بطل؟ 6/3؟ والله لا مؤاخذة، النهاردة 6/3/2023، تقريبا 14 شعبان. النهاردة 14 شعبان، كل سنة وحضراتكم طيبين. ان شاء الله متوفر عندنا اي حاجة تخص النعام، اعلاف، نعام بياض، نعام تسمين، نعام اعمار صغيرة. وبفضل الله زي ما حضراتكم شايفين الناس اللي حاجزة معانا كتاكيت، سلمنا امبارح الدفعة اللي كانت موجودة الخمسة. بفضل الله هيتم التطهير النهاردة، المكان اهو مكان فاضي زي قدام حضراتكم اهو، هيتم التطهير النهاردة والدفعة الجديدة هي اللي هتخش النهاردة. مين اللي عليه دور يستلم بقى الدفعة الجديدة السبعة اللي موجودين؟ ابو صلاح. ابو صلاح هو اللي عليه الدور يشتغل. تعالوا كده اما نبص بصه سوا. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله، اللهم صل على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدفعه بتاعتك يا ابو صلاح، عشان لو انت متابعني انت قارفني. عايز استلم امتى يا خالو؟ هستلم امتى يا خالو؟ اهو ابو صلاح كتاكيتك اهي، ان شاء الله هتاخدهم يوم الخميس بقى. يا جماعه سعر الكتكوت عمره اسبوع 1550 جنيه. ان شاء الله متوفر حجز بعد الدفعه دي على طول. الحاج محمد بتاع اسوان لو هتتمم الحجز معانا يا باشا يا ريت تعرفني وتاكد لي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.